في حرمه اجتمعنا. وأصحاب السعادة أو ضيوف الكرام، سماحة الدكتور الشيخ عبد المنعم، وكذلك والأخ عبد الله الدين، وسعادة الأخ المحاضر يكي دام الشن، وغيرهم من الضيوف الأجلاء والعلماء الأعلام والحضار الكرام. يسرنا أن نجتمع في هذا اليوم الثقافي والديني الجميل الذي يجتمع فيه شخصيات جليلة من علماء أجلاء ومفكرين كبار وسادة كرام الذي يلبوا دعوتنا وقدموا من أقطار متعددة بعيدة بتحمل علاء السفر من شتى البلاد والبقاع. أيها الأحبة، في هذه الحالة أنتهز الفرصة الطيبة المباركة لكي نرفع إلى حضراتكم أسماء آيات الشكر والتبريكات باسم هذا المركز، مركز التربية الإسلامية أولا ودائما. أيها الأحبة، إننا قد اجتمعنا هذا اليوم لنتعرف فيما بيننا ونتعلم من خبراتنا ونستنير من معارفنا ونستزيد لما هو خير لنا ولأولادنا ولأجيالنا القادمة، ولنعيش في سلام وبأمن في شعبنا وبلادنا على أسس التعايش السلمي في مجتمعات متعددة الأديان بشتى الملل والثقافات، وندرس على المزيد المزيد عن العيش في سلام وبأمن ونحابرة ونناقشة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بتجانس وانفتاح وبثبات وحزم في حدود ما أمرنا من دول المساس بالدستور تلك الدول وبالتراب أيام حكم الصلاة للمسلمين في الهند. وكان بعض الفقيه وكان بعض الوزراء وقوات الجيش للمفتي الكبير أو النسيب أو عالم كير، وكذلك الدب وسلطان من الهندوس. وأما خامسا الفقيه الشافعي زين الدين مخدوم المعبري كان يعد المسلمين للجهاد مع الحاكم الهندوسي ساموري صولة ودفاعا للدولة ويهيبهم، وكان يراسل حاليا بالأسواق يكون فيها الجميع. وأما رئيس وزراء ولاية كيرلا عالي ذهني فإنما هو شيء يحققه المرء في ذات ضميره وعقله بدون صعيد وأرضية مجسدة. ولا أنسى أن هناك معالم ثقافية لها طابع العقيدة ونمطية الإيمان، فلنحلها إلى الحضارات المتعددة التي لا مشاحة فيها، ولا نلتفت إلى ما يكن المرء وراءها من اعتقادات وأساطير. فكم هو جميل عالمنا الذي نعيش فيه، المليء بوجوه مختلفة وأزياء متغيرة وعادات متنوعة، ملتحم وحارق وداخل الموتى ومحربها ومقرب القرابين للأصنام وساجد لله الواحد القهار. نقدر هذه الفوارق والتعدديات ثم نجادل بالتي هي أحسن، ف
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونضرب عرض الحائط بأشكال الأصولية المغلوطة من أصولية علمانية وأصولية معولمة وأصولية استعمارية وأصولية دينية مدعاة بعيدة عن أصول الأديان. ولنهتف سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأخيرا أثمن ضيوف هذا المساء الأجلاء على حضورهم ومشاركتهم وتحملهم المشاق، وأستسمحهم على ما عساه حصل منا من تقصير. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف إله في الثقافة الهندية. وأشكر الجميع والسلام عليكم. Is a concept of peace, and both would be attempted at from the angle of political philosophy, not much about religious ideas, because I'm not a scholar who can talk about that, and many of the distinguished speakers here have spoken about that in depth. You know, to talk about multiculturalism from Kerala, particularly from this part of Kerala, is to, you know, talk about